هلو يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم معاكم فلوج جديد قصير قوي كده. هقول لكم فيه مشترياتي من شي ان، مشترياتي كمان من سيفورا. بس دلوقتي خلوني ابدأ اخد الغدا بتاعي. انا عندي سيزر سالاد شارياها من جلوريا جينز كافيه، كنت فطرت فيه. نزلت لكم صور الفطار يا جماعه، كنت عايشه كده دور بقى ان انا قاعده وبشتغل في كافيه والحاجات الحلوه الظريفه دي. فكنت قاعده بشتغل واكلت ساندوتش كده مع كوفي، وبعدين لقيت السلطه دي فقلت اخدها للغدا. بس عايزه اوريكم جمال السلطه، شكلها حلو قوي. ومعاها دي جبنه بارميجان والسيزر صوص. اوكي، شايفين شكلها يفتح النفس قوي. طيب هاكل ويلا بينا نبدأ الفيديو. اوكي، انا جالي حاجات من شي ان، كنت انا طلبتها من اسبوع تقريبا او من 10 ايام، لسه وصلت النهاردة. فتعالوا نفتحها كمان مع بعض. ده بنطلون. طبعا اشتريت البنطلونات، شايفين البنطلون اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كان حلو جدا جدا ومام فات كده، بس طلع واسع لاني كنت جايباه لارج. طلبت واحد شبهه كده اهو ده، بس جايباه ميديم بقى، بس انا تخنت فغالبا هيبقى ضيق بقى. مش عارفه. لا بس شكله حلو قوي. برضو هحط لكم الصور والحاجات بتاعته والاسعار بتاعت الحاجه يعني. اوكي، ده تاني حاجة. اوكي، ده بنطلون سويت بانتس كده اهو، برضو حلو. انا بنتي بتعيط، هروح اجيبها واجي. اوكي، القطعة اللي بعدها هي برضو بنطلون جينز. فين اللي مفيش بتاع؟ مش موجود. فتح ازاي دي؟ اوكي، بس ده سادة وغامق، برضو نفس الكات بتاعت المام جينز. هاي اللي عماله تلعب كلها. برضه حلوه قوي 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 يا جماعه. البنطلونات الجينز بتاعت شي ان رهيبه. اوكي، صح. وجبت كمان الشيرت ده، حلو قوي. بصوا، واو، شكله حلو قوي. بصوا النهايه بتاعته كده من تحت زرقاء، حلو قوي قوي قوي. جبت دي برضو قميص كده اخضر، حلو قوي قوي بقى. ده تحفه على فكره، حلوه جدا. بصوا جبت ايه كمان. ايه دي؟ ده منظم للشنط. كبير، وفي من يعني فتحه من هنا ومن هنا. نحط هنا شنطه او كده اهو، هنا كده شنطه، وهنا الناحيه الثانيه برده ليها شنطه. ياخد قد ايه ده؟ شنطه 2 3 4 5 6 7 8 شنط. انا جبت كمان لايلا كوتشي، يعني قلتش ان ده حاجه. يا خلاصي، عامل ازاي؟ لا ده يجنن. مقاس 17، يا رب يبقى مقاسها بقى ما يبقاش صغير. نقيس. بصي انا جبت لك ايه. طيب هنقيسه كده، كبير قوي. مش عارفه بجد يعني المفروض تلبس ايه اصغر من كده. anyway، الحاجه اللي بعد كده اللي انا جبتها كانت من سيفورا. اوكي، دي الحاجه اللي انا جبتها من سيفورا. خلينا نبدا بالميك اب. جبت قلم حواجب جديد و فاونديشن، ماسكارا. عايز اقول لكم الماسكارا الجديده بتاعه سيفورا خلصانه كلها، تخيلوا مفيش غير هي دي. جبتها وخلاص. جبتها وخلاص. ايلا قاعده جنبي عماله تتفرج عليا. وجبت قلم الليبستيك ده رقم 13، ده نوت كولر مشهور قوي عندهم في سيفورا. ايلاينر جديد و بلاش بيتشي كده شويه.
هو بيتشي فعلا شوية. ثانية واحدة كده، اسمه هيتد، حلو قوي. اوكي ده الميك اب اللي انا جبته. الحاجات التانية طبعا اخدت على الميك اب ده كمية هدايا يعني مش طبيعية. بصوا اخدت شنطة، بس انا فتحتهم طبعا، يعني اخدت شنطة من كارولينا هيريرا، شنطة مكياج، وشنطة من جوتشي هي بتتقفل كده، ليها زرارين من الجنب، سخيفة قوي اصلا يعني. anyway يعني هي ليها زرارين كده تتقفل كده. وليه بقى ادوني الشنطة دي؟ لان جوتشي منزلة مسكرة جديدة، فادوني السامبلز بتاعتها، هتنزل في سيفورا، وتش ان ده المفروض ان هو حاجة جديدة، وهم قالوا لي حتى لسه ما تمش اللونشنج بتاعها يعني. بس انا جربت واحدة وما مديني ثلاثة، فانا فتحت واحدة منهم، عايزة اقول لكم خطيرة خطيرة، انا غالبا هشتريها لما تنزل ان شاء الله. تمام، ادوني ايه كمان؟ ادوني 2 كونسيلرز وانا فتحتهم، واحد غامق قوي مش عارفة هما بدوني الكونسيلر ده كانوا بيفكروا في ايه، واحد فاتح قوي بقى بس الفاتح ظريف يعني، الاثنين بتوع اربن ديكي اللي هو ده، هزوركوا غامق غمقان فاتح، ده الفاتح فاتح فتحين بس ده حلو يعني، ده حلو قوي، ده اللي غامق قوي قوي قوي. ده اربن ديكي برضو 50 سي بي ميديوم، معرفش ليه، مع ان يعني المفروض ان انا قدامهم باين ان انا فير يعني، ده مديني فير. بصوا ده عامل ازاي، بصوا اللون، بصوا اللون والنبي، بصوا اللون عامل ازاي. خلاص اخر حاجة بقى جبتها غير الميك اب، جبت ست كامل للشعر. عايزة اقول شعري بيقع بشكل فظيع من الرضاعة والولادة والحاجات دي، بس ده مش مين لل سقوط الشعر، ولكن هو علشان يقوي فروة الراس، وده عجبني قوي بقى، فجبت الست بتاعه كله، لان انا لفت انتباهي قوي ده اللي هو هير سكراب اهو ده، نعمل زوم 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 زوم، اوكي ده اسمه هير سكراب. فده عايزه اقول لكم انه لفت انتباهي قوي يعني، انا حتى قلت لهم يعني ايه هير سكراب، يعني بعمل ايه بيه، فقالوا لي بتعملي سكراب لفروة الشعر بس، ما بحطش على شعري عادي من تحت زي الشامبو بالظبط. ده ممكن كمان استخدمه بديل الشامبو يعني، ممكن وانا بغسل شعري بدل ما احط شامبو خالص انا هستخدم السكراب بس على طول، بعدها بغسل شعري وبحط عليه الهير ماسك ده اهو. اوكي ده بيقعد قد ايه على الشعر؟ من 5 لـ7 دقايق على الشعر، وبرضو بقوم شطفه الشعر، واخر حاجه خالص بقوم حاطه السيرم ده قبل ما انام. هي قالت لي الاحسن ان يكون كان السيرم تستخدميه كل يوم، اما الماسك والسكراب مرتين في الاسبوع ماكسيمم، لكن السيرم اهو اللي هو ده قالت لي ممكن كل يوم تحطيه على فروة الراس وتدلكيه كده بالليل قبل ما تنامي، وتسيبيه على الشعر عادي. ده بالبيوتين والفيتو بروتينز، مش عارفة لسه ما جربتهمش، بس انا سمعت من ناس كتير قوي بتشكر في حاجات سيفورا بتاعة الشعر، فقلنا نجرب الحاجات الجديدة دي. بس كده دي كانت مشترياتي so far. في حاجة ناقصة، في حاجة مهمة جدا ناقصة، استنى. انا جبت دي يا جماعة بجد خطيرة بمعنى الكلمة، يعني البرفيوم دي فظيعة من شانيل اسمها تشانس. انا عايزة اقول لكم انا بقالي سنة عايزة اشتريها، من سنة تقريبا جالي اللي هي زي العينات اللي بيدوها السامبلز بتاعت سيفورا، فجات لي منهم وشمتها وقلت انا يعني لا يمكن انا لازم اشتريها، and finally اشتريتها. يعني انا في العادي بشتري دي اللي هي شانيل مادموزيل، ولكن دي اكتر تاني برفيوم يعني، طبعا هي الاولانيه بالنسبه لي هي دي، انا بستخدمش غيرها اصلا، جبت 700,000 برفيوم تاني برضو بفضل على دي، بس دي فرح قوي، مناسبه قوي، حاجه يعني ما بنحطها بتحسوا ان الدنيا مفحفحه قوي اوفر قوي يعني، على ان احنا نحطها اون ديلي يوز. انما دي يا جماعه تشانس الكلاسيك رهيبه بمعنى الكلمه، ريكومندد جدا اهي. بس كده
حقيقي كده. بس دي كانت المشتريات بتاعتي. وصلني باكج، كنت شارية حاجة من امازون هوريها لكم. عايزة اقول لكم تحفة تحفة. استنى افتحها اوريها لكم. دي اللي هي البان اللي بتعمل الايج رولز كده، او البيض يعني رولز، فاسمها رول او ايج رول. دي المفروض هي اكلة يابانية او كده، هما بيعملوا البيض بالشكل ده، فتعالوا نجربها. حلو يا جماعة، دخلنا المطبخ تاني. هنعمل دلوقتي العشاء مع بعض. هجرب بقى اعمل معاكم الرول ايج. فانا غسلت الاول اهي، غسلتها كويس. عايزه اقول لكم ان المفروض ان هي ليها معلقه. هو انا لما جيت طلبتها للاسف كان في واحده معاها معلقه وواحده معهاش، فانا افتكرت ان كله معايا يعني، فطلع لا، يعني طلع اللي معاه معلقه حاجه واللي مش معايا بتمن تاني، فانا كنت فاكره بقى ان انا كده نصحه وبتاع. anyway هشتري المعلقه دي، انا عارفاها وبشوفها في دايسو. انا هحط لكم شكل المعلقه برضو هنا كده. دي المفروض ان هي بنستخدمها، بس انا هحاول ان انا استخدم السباتيلا كده، يعني نجحت نجحت ما نجحتش بقى يبقى نجرب تاني. فخليني الاول احضر الخلطه اللي انا هستخدمها للبيض. عندي سبانخ، عندي مشروم، هناخد واحدة بس كده صغننة. هحط شوية زيت زيتون صغيرين، وهحط السبانخ والمشروم بتوعنا، وهستنى عليهم لما يتبلوا، وبعدين هحط عليهم بقى ايه التوابل او البهارات. بصوا كده المشروم دبل، وكمان السبانخ فكت كده من بعض. هحط ملح وفلفل، شوية بصل، نقلبهم بسرعة. اخر حاجة هحطها بابريكا، زود شوية زيت زيتون عشان حاجة ممكن تكون بتتحرق لان مفيش دهون كفاية برضه. هاخد الخليط بقى وهحطه على البيض. طب حاسة ان انا عايزة اغسل البتاعة دي، هروح اغسلها كمان. انا غسلتها ومسحت كده اللي احنا عملناه ده. بصوا بقى هبدأ اقلب كده الخليط ده كده اهو. وتعالوا بقى ايه نستعد للحظة الحاسمة. انا حاسة ان النار المفروض انها تكون متوسطة مش عالية قوي، فمش هنعليها قوي علشان ما يستويش بسرعة ويتحرق. هحط زيت زيتون، هستنى يسخن شوية، بعدين هبدا انزل بالخليط ده كده. مش حاسه انه كتير قوي ولا ايه، مش عارفه، تعالوا نجرب. بسم الله، لا مش كتير. احنا المفروض نستخدم البتاع اللي انا قلت لكم عليها دي، بس انا ايه نشمر بقى كده شويه، هستخدم دي. المفروض بقى ان انا ايه اقلبها كده، اعملها رول بقى. احنا بنحاول المحاولة الاولى. احنا هنقلب دي كده، هنقلب دي كده، هنديها كده. هو عموما الريحة حلوة، بيض بالمشروم بالسبانخ مش محتاجة يعني. وبعدين نقلبها كده والله حلوة. بصوا والله شكلها ظريف، اعتقد انها كده استوت، استوت بزياده كمان. طيب يلا نروح نقدمها بقى. هتسمعوا دوشه كتير لان انا فاتحه الشباك لان الدخان ملا المكان جدا، فيستعرض بقى نقدم اللي احنا عملناه ده.
المفروض ان هي بتتقطع وتتقدم رول، بس هو في الحقيقة ان هي مش شكلها رول خالص، شكلها مش عاطفي ابدا يعني، بس احنا يعني عملنا اللي علينا. طيب هنقطعها كده، هنحاول نقطعها باشكال حلوة متساوية كده. بصوا والله حلوة. طب والله حلوة. I like it. Yes. اوكي. خلونا نحطها كده هنا. وهقطع معاها خيارة. ندلع بقى نفسنا كده بشوية حبة البركة. مفيدة قوي يا جماعة حبة البركة دي بجد. كنتش بحبها زمان بس بقيت احبها قوي لما كبرت مش عارفة ازاي. وبعدين شوية سمسم. للاسف الموبايل فصل وانا بصور، وكنت فاكره كل ده ان هو لسه بيصور. كنت عايزه اشكركم ان انتوا وصلتوا معايا لاخر الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي.